طيب تاني حاجة بقى عندنا، تاني سيرفيس بيقدمها البنك في الموضوع اللي اسمه financial papers، حاجة اسمها ايه collecting the coupon due on financial papers. احنا اتفقنا شرحنا القصة دي في اول فيديو، بس تعالى ناخد بس هنت عليها كده تاني، ان ساعات الشركة مش الشركة اللي هي بايعة ال financial papers لل customers بتوع البنك بيديهم حاجة اسمها ايه كوبون. الكوبون ده بيثبت حق الكاستمر او بيثبت حق الراجل اللي هو شاري الاسهم والسندات في الشركه بان هو ياخد ايه، ياخد ديفيدنس او ارباح. طيب فقلنا ان ساعات الشركه مش بتعمل كده او مش بتخلي الكاستمر يجوا مقر الشركه عندها، تمام؟ امال بتعمل ايه؟ بتروح تتفق مع البنك، مع بنك معين مثلا، تقول له ايه يا بنك اي واحد هيجي لك بالكوبون بتاعي خده منه واصرف الفلوس، تمام؟ حلو. احنا بقى هناخد الكلام ده دلوقتي بقى في الترانزاكشنز، بس احنا عندنا تو كيسز وهنفهم باذن الله التو كيسز بيمشوا ازاي. اول حاجه ان الفاينانشال بيبرز، انا دلوقتي البنك، سيبك بقى من الشركه والكاستمر، انا البنك، انا قاعد في البنك كده لقيت واحد داخل عليا من الكاستمر بتوعي قال لي ايه، قال لي ده في كوبون عايز اصرفه. فبصيت كده في الكوبون ده، تستنى، سيبك بقى من اللي انا قلته ده، تعالى بقى نركز في الرسمه اللي انا راسمها لي عشان نفهم القصه. قالك بص انا كاستمر، ايه انا كاستمر ده شاري فاينانشال بيبرز او شاري اسهم وستوكس في شركه اسمها اي بي سي، فجه فبصيت كده لقيت معايا كوبونات، فروحت اصرفها من الشركه اللي اسمها في الشركه اللي اسمها ايه اي بي سي، رحت لمقر الشركة، الشركة قالت لي معلش احنا مش هينفع نصرفك، ده احنا متعاقدين مع بنك معين، روح للبنك ده وهو هيصرف لك الكوبون. طب ليه انتوا عاملين كده؟ عشان بص عشان الزحمة ومش عارف ايه والكلام ده. لا احنا عملناه، خليناك تصرف الكوبونز دي، الكوبون دي من ايه، من البنك. فرحت سألتهم يا شركة طب انتوا متعاقدين مع بنك ايه؟ قالوا لي بص روح بنك مصر وهما هيصرفوا لك الكوبونات. يعني انت روح بنك مصر وايه واديهم الكوبون وهما هيدوا لك الفلوس. طيب بس انا مش عميل بنك مصر، يعني انا ايه ده، او انا ده اللي معايا الكوبونات، افتكرت ان انا مش عميل بنك مصر اصلا. فرحت قلت الشركة طب انا مش عميل بنك مصر اعمل ايه؟ فسألوني طب انت عميل بنك ايه، او انت فاتح حساب في ايه؟ قلت لهم البنك الاهلي. يبقى انا ككاستمر ايه، مش عميل بنك مصر، فمش ينفع اروح كده واقول لهم اصرفوا لي الكوبونات وحط لي الفلوس في حسابي اللي عندكم، وانا اصلا مش فاتح حساب عندهم، انا فاتح حساب في بنك الاهلي، تمام؟ طيب فقالوا لي اعمل ايه مش عارف ايه، قالوا لي بص روح البنك بتاعك اللي هو البنك الاهلي، يكلم بنك مصر، يعني روح ادي الكوبون بتاعك لبنك الاهلي وهو اللي يتعامل مع بنك مصر، خرج نفسك انت من القصه دي، تمام؟ فالشركه قالت لي ايه، مش انت مش فاتح حساب في بنك مصر، خلاص روح البنك بتاعك يكلم بنك مصر وهو اللي يصرف لك الكوبون. طيب تعالى بقى نشوف البروسيس هتمشي ازاي. احنا بنسجل للبنك الاهلي، تمام؟ طيب هو ده الكلام اللي انا ايه كنت بقول عليه من شويه. يبقى اول حاجه انا بقى البنك الاهلي، لقيت واحد داخل عليا كده في البنك قال لي بص ادي الكوبون بتاعي، بس الكوبون ده روح اصرفهولي من بنك تاني. يبقى اول حاجه الكاستمر هيديني الكوبون. طيب هو الكوبون ده بتاعي؟ لا مش بتاعي، يبقى لازم اعمل حاجه اسمها ايه كونترا اكاونت. يبقى اول حاجه هنعملها النهارده when customer present، لما الكاستمر يديني الكوبون to the bank عشان احصله له، تمام؟ يبقى لازم اعمل ايه، اعمل كونترا اكاونت. في الكونترا اكاونت تعود نفسك كده، في الديبت بتكتب الحاجه دي انت خدتها ليه، وفي الكريدت بتكتب دي بتاعت مين، انت خدت ايه، خدت كوبون خدتها ليه، قصدي خدت كوبون عشان تحصله، ماشي؟ يبقى انت خدتها ليه، عشان تحصله كوبون اندر كوليكشن. طب هي بتاعت مين، كاستمر كوبون اندر كوليكشن. طيب ده اول حاجه. بعد كده احنا كبنك اهلي خدنا الكوبون من الراجل عايزين نحصله له، بس طبعا هناخد منه كوميشن والكلام ده، بس مش دلوقتي، تمام؟ فبصينا كده ان الكوبون ده هيتحصل منين، لقيناه ان هو هيتحصل من بنك مصر، تمام؟ فاحنا رحنا كلمنا بنك مصر، يا بنك مصر، قال لي ايه، قال لي
سوري، انا بنك اهلي ماشي، انا ادي البنك الاهلي ماشي، اتكلمنا بنك مصر، قلت له يا بنك مصر انا عايز اصرف الكوبون بتاع الكاستمر بتاعي. قال لي ايه المشكلة؟ فبنك مصر رد عليا قال لي هو الكوبون ده بكام؟ قلت له ب5000 جنيه. قال لي يا سيدي احنا عارفين بقى من شابتر 4 و5. قال لي يا سيدي بص، مش انا فاتح حساب عندك وانت فاتح حساب عندي؟ احنا متعودين، واحنا قلنا في السيشن برضو ان اي بنك اي كل البنوك فاتحين حسابات عند بعض تمام. فبنك مصر قال لي بدل ما تيجي تاخد انت يا بنك اهلي الفلوس كاش، ممكن اديها لك كاش بس ريح دماغك وخدها من حسابي اللي عندك. يعني انا كبنك اهلي مفروض ليا عند بنك مصر 5000 جنيه، فهخش عند حساب بنك مصر اللي عندي جوه البنك الاهلي واخد منه، اخد منه الفلوس تمام. يبقى احنا اتفقنا اي حساب بيزيد كريدت واي حساب بيقل ديبت. طب انا هخش على حساب بنك مصر واخد منه 5000 جنيه، يبقى الحساب قل ولا لا؟ يبقى هنيجي نكتب في الديبت لوكال بنك، ممكن نزود هنا كارنت اكاونت تمام، لوكال بنك كارنت اكاونت. طيب لوكال بنك اللي هو البنك التاني اللي هو بنك مصر، مش بنسمي بقى بنك مصر بنك او بنك سمارت الكلام ده، لا لا لا، لوكال بنك تمام، اي بنك تاني غير البنك بتاعنا بنقول عليه لوكال بنك. يبقى انا هاخدت فلوس من اللوكال بنك كارنت اكاونت من حساب بنك مصر اللي عندي، فالحساب قل. او بنك مصر هيجي يقول لي لا لا لا، انت ما تاخدش حاجه من الحساب بتاعي، ما تاخدش حاجه من الحساب بتاعي، انا هدي لك الفلوس فلوس كاش. فهيجي بنك مصر يروح للبنك الاهلي تمام، يدي له ال5000 جنيه، يبقى الكاش بالنسبه للبنك الاهلي زاد ولا قل؟ طبعا زاد تمام. او بقى من الاول خالص بالصدفة، ركز بقى كده، الراجل اللي جاب لي الكوبون انا كمان كأهلي راح ادهولي، فبصيت كده قلت له الكوبون ده بتاع شركة مين؟ قال لي دي بتاع شركة اي بي سي كارنت اكاونت، ورحت لهم قالوا لي ان هما متعاقدين مع البنك مصر عشان يصرفوا الكوبونات. قلت له ايه ده اي بي سي؟ قال لي اي بي سي. قال لي انت عارفها ولا ايه؟ قلت له يا ابني ده احنا كبنك اهلي دول فاتحين عندنا احنا في البنك بتاعنا حساب. خلاص ريح نفسك، اهدك انت على جنب كده، انا هكلمهم لك واقول لهم انا الكاستمر بتاعي ما يتبهدلش، انا هاخد من حسابكم يا اي بي سي اللي عندي في البنك الاهلي الحساب. فالبنك الاهلي هيروح يتصل بالبنك بالشركه بقى نفسها، هيقول لها شركه في واحد جاب الكوبون، انا عارف الكوبون بتصرف بالبنك مصر بس انت فاتحه عندي حساب، خلاص انا هاخد ال5000 جنيه من حساب الشركه، من حساب الشركه اللي عندي او شركتك اللي عندي. طيب يبقى انا هروح اخد من حساب الشركه اللي اسمها اي بي سي كارنت اكاونت، من حساب الجاري بتاع الاي بي سي فلوس، فاي حساب خدت منه فلوس يبقى بيقل، فهيجي ديبت تمام. طيب يبقى برضو ممكن اخدها من اللوكال بنك، او ممكن اخدها كاش من اللوكال بنك، او ممكن اخدها من حساب الشركه على طول دايركت، هو هيحدد لي طبعا. طيب بعد كده احنا اتفقنا ان احنا هنصرف كوبون ب5000 جنيه، فانا خدت من الناس بقى سواء بقى من اللوكال بنك او خدت كاش او خدت من حساب، المهم كام؟ 5000 جنيه. الراجل وهو جاي يديني الكوبون قال لي بص حصل الكوبون وحط الفلوس في حسابي اللي عندك، فانا هروح احط له الفلوس، هحط فلوس في حساب، يبقى الحساب زاد ولا قل؟ زاد. يبقى هنسميه ايه؟ كاستمر كارنت كريدت، كاستمر كارنت اكاونت، بيجي ايه في الكريدت سايد. المفروض الكوبون بكام؟ ب5000 جنيه، رحت انا حطيت له في الحساب بس بتاعه، رحت انا حطيت له في الحساب بتاعه، المفروض ان انا الكوبون ب5000، حطيت له 4900. طب ليه ما حطيتلوش ال5000؟ يبقى انا كبنك لو انا حطيت له الفلوس كلها يبقى انا استفدت ايه؟ ده انا عملت له خدمه وما خدتش اي حاجه. فالبنك فالراجل هيقول لي ايه ده، انا في حسابي فيه 4900 بس ليه؟ اقول له لا ثواني، ما انا هاخد كوميشن منك 100، فالكوميشن لما بتيجي كريدت يبقى ريفني. طيب يبقى تاني المفروض يجي الراجل ياخد كام؟ 5000 تمام، بس هديله كام؟ 4900. ليه؟ عشان اخد انا كوميشن 100. طيب انا خلصت الخدمه اللي انا حصلت له الكوبون، مش احنا فاتحين كونترا اكاونت والخدمه انتهت، يبقى لازم نقفله، عشان نقفل الكونترا اكاونت تعكس الكونترا اكاونت تمام.
وده كل الشرح اللي انا شرحته. هتلاقي ان الشابتر الورق بتاعه كتير بس انت لخصه لنفسك. تمام اهو، هنعكس اول انتري خالص، يبقى المهمة خلصت، نقفل الكونترا اكاونت. بس احنا كنا اول كيس بنتكلم عليها ان الكوبون دي بتاعت الكاستمر، يعني في كاستمر هيروح يدي الكوبونات للبنك يحصلها له. طب هو البنك حرام يشتري فاينانشال بيبرز؟ لا، ساعات البنك اي بنك في الدنيا بيشتري ستوكس واسهم وسندات في شركه، في الشركات اللي هي التانية، يعني يروح البورصه ومشاري شويه فاينانشال بيبرز كده. طيب واحنا برضو مش من لما بنشتري فاينانشال بيبرز بناخد كوبونات يثبت بيها حقنا في ان احنا ناخد بروفيت؟ اه، ساعات بقى يكون الكوبون مش بتاع الكاستمر، الكوبون بتاع مين؟ بتاع البنك اصلا. يبقى طب الكوبون بتاع البنك ده جه منين؟ عن طريق ان البنك اصلا كان شاري فاينانشال بيبرز، فلما اشترى فاينانشال بيبرز خد كوبونات تثبت حقه في ان هو ياخد ايه، ياخد ديفيدنس او ارباح. طيب ماشي، طب تعالى بقى نشوف الدنيا هتمشي ازاي في القصة دي. اول ملحوظة لازم تخلي بالك منها، ان انا كبنك هروح احصل حاجة لنفسي، يعني الكوبون بتاعي وهحصله لنفسي، يبقى ليها لازمة اعمل كونتر اكاونت؟ لا ملهاش لازمة، ده دي حاجة بتاعتي وانا اللي هحصلها ليا انا، يبقى برضو ملهاش لازمة كونتر اكاونت. يبقى في القصة دي او في الكيس دي مفيهاش اي ايه كونتر اكاونت. طيب احنا المفروض احنا خدنا الكلام ده في تانية، بس تعالى نفتكره تاني. اي شركة، انا بتكلم على الشركة مش البنك، الشركة اللي هي بايعة على الفاينانشال بيبرز، اللي هي مثلا شركة فودافون او اي بي سي اللي احنا كنا بنتكلم عليها من شوية. اي شركة بتيجي تقول او عايزة توزع ارباح على الناس اللي هي شارية اسهم وسندات، بتيجي تعمل خطوات. ايه الخطوات دي؟ يعني مثلا مش بتصحى الصبح فجأة كده تقول انا هوزع على الناس فلوس وتجيب الناس وياخدوا الفلوس ويمشوا، لا ما ينفعش. القانون بيجبر الشركة ان هي تعمل خطوات عشان تقول ان هي توزع ديفيدنس او ارباح. طيب ايه الخطوات اللي هي بتعملها دي؟ قالك القانون لازم يجبر او بيجبر الشركة او اي شركة، لما تيجي يا شركة توزعي ديفيدنس او تقرري ان انت هتوزعي ديفيدنس، لازم تعلني الاول ان انت هتوزعي، تعلني مش هتدفعي، لا تعلني. هتقولوا ايه مثلا؟ بينزلوا اعلان في الجرايد، وده فعلا بيحصل، او بيبعتوا على الميلز. تمام، خلي بالك يا كاستمر يا اللي انت شاري فاينانشال بيبر عندي في الشركه، انا اعلنت ان انا هوزع، اعلنت ان انا هوزع ارباح، اعلنت بس. طيب بعد كده تعالى الشركه يوم كذا كذا عشان تاخد الفلوس، يبقى اول ستيب الشركه بتعلن. لما يجي بقى اليوم اللي انا قلت فيه تعالوا الناس، تعالوا يا ناس خدوا مني فلوس، يبقى ده اللي بنسميه ايه، البيمنت. يبقى الديكلاريشن احنا بنعلن بس اللي احنا هنوزع، بس البيمنت بندفع اللي احنا اعلنا عنه. تمام، طيب يبقى المهم البروسيس بتمشي ازاي. الشركه بتعمل اناونسمنت او بتعلن او بتعمل ديكلاريشن الاول، بعد كده بتدفع، مش بتدفع في نفس اللحظه اللي بتعمل فيها الديكلاريشن، ده القانون بيجبر عليها كده. طيب تعالى بقى نشوف الشركة أو الموضوع ده هيمشي ازاي، نقرا كده بس واحدة واحدة. when a company في ال company in which ال bank invest its money، لما احنا بنتكلم بقى على البنك، البنك شاري financial papers في شركة، والشركة دي أعلنت، just أعلنت بس، أعلنت declared أو announce that coupons are due. يعني ايه coupons are due؟ يعني ان هي هتوزع dividends او هتوزع ارباح. طيب this money is considered for the bank revenue، يعني البنك ده ماشي، هنشوف هنعملها ازاي. طيب انا اكتشفت، انا كبنك اكتشفت ان في الشركة بتاعتي اللي انا شاري فيها financial papers اعلنت بس ان هي هتوزع dividends، انا بقى هروح اسجل ايه؟ خلي بالك احنا اتفقنا من اولى وتانية وتالتة ان احنا بنسجل اي ريفينيو when incurred، لما بيحصل، مش لما بناخد الفلوس. طيب في شركة اعلنت ان هي هتوزع dividends، يبقى ده ريفينيو للبنك ولا لا؟ انا ما خدتش، اه بس احنا ماشيين حاجة اسمها accrual basis،
احنا بنسجل الريفينيو لما بيحصل مش لما بناخد الفلوس. طيب يبقى هنيجي نسجل مثلا الشركة اعلنت ان انا هاخد او هتوزع عليا انا البنك كام 2000، يبقى هسجل ان ده ريفينيو اوف فاينانشال بيبرز. بس انا خدت فلوس دلوقتي؟ لا انا ما خدتش فلوس، كاني انا ليا عند الشركة ايه فلوس. يبقى هنكتب اكونت شبه الاكونت ريسيفبل. يبقى انا حاجه اسجل في الديبت حاجه اسمها اكونت ريسيفبل، بس احنا مش بنسجل بقى ريسيفبل في البنك والكلام ده، لا بنسميه ايه كوبون اندر كوليكشن. يبقى يعني ايه كوبون اندر كوليكشن؟ زي الاكونت ريسيفبل، يعني زي او الايتم ده بيقول ايه، بيقول ان انت ليك عند الشركه فلوس، اكونت ريسيفبل فلوس ليك عند الناس. تمام، يبقى بتيجي في اول انتري اللي هو حصل فيه ديكلاريشن لما الشركه بتعلن ان هي هتوزع، بتيجي تسجل ايه كوبون اندر كوليكشن وريفينيو اوف فاينانشال بيبرز. طيب فاكرين في البيمنت هنعمل ايه؟ مثلا انت ليك فلوس عند حد فسجلت اكاونت ريسيفبل وسيلز ريفينيو، طيب جه الراجل ادالك الفلوس، فكنت بتسجل ايه كاش مثلا وايه واكاونت ريسيفبل. تمام، بس احنا اتفقنا هنا هنسجل اكاونت ريسيفبل بنسميه ايه كوبون under collection. يبقى تعالى بقى نشوف في الـ payment ايه اللي هيحصل. اهو الكريدت هيجي كوبون under collection، وممكن ايه اخد فلوس كاش، او ممكن الشركة تقول لي انا بقى كبنك، مش انت بنك اهلي وانت عايز كوبون مني، روح بنك مصر. فهتصل ببنك مصر، نفس البروسيس بقى اللي احنا كنا بنتكلم عليها، هقول له يا بنك مصر هات الفلوس، هيقول لي طب ما تاخدها من الحسابين اللي عندك، فاللوكال بنك هيقل. تمام، او ان انا اكتشفت ان اي بي سي كومباني دي فاتحه اصلا حساب عندي في البنك الاهلي، فاقول لها فهتصل بيها واقول لها انا هاخد فلوسي من حسابك، فكان الكلام هيقل. تمام، طيب يبقى دي تاني سيرفيس خلصت.